العمالقة راح اتحدى هذا الزبون ان شاء الله يقبل بالتحدي. يعطيك العافية. الله يعافيك. شنو جوالك حبيبي؟ ايفون 7. تقبل التحدي؟ وش التحدي؟ راح نركب استيكر لجوالك. الجوال على استيكر مربوط، مركب من عندكم على الماكينه. هذا الاستيكر مركب لنا. جميل، راح نركب لك فوق هذا الاستيكر استيكر 9D، وراح نرمي جوالك من ارتفاع. اذا انكسر جوالك لك ايفون 11 احمر 256 جيجا. دقيقه، ترى جوالي وانا تكسر بالتفت. ترى ما امزح، والله تاخذ الايفون. عطني جوالك. عطني جوالك، ركب اليه استيكر 9D. هو طبعا مركب هذا الاستيكر، هذا الاستيكر تغليف بتقنية الهيدروجين، سريع اللمس وأيضا عليه أكثر من طبقة يعتبر هذا الاستيكر. طبعا حنا راح نركب فوقه الاستيكر 9D، طبعا هذا الاستيكر حديث الوصول من ميجا، وفوقه راح نركب غلاف مقاوم للكسر من ميجا، أيضا موجود في اللي هو مسكة، وراح نشوف ينكسر ولا لا. عطني جوال. شكله ما أخذ جوال جديد. جديد جواله؟ ما في رصيف محاك فيه، من كل مكان مشمخ. وين جديد؟ نشوف. راح نرميه. نرميه لوين؟ اي ارتفاع؟ قد ما تقدر. قد ما تقدر؟ قد ما تقدر. شوف السقف، تشوف السقف؟ ابوه والله ما خليه يضرب في السقف. تقول بسم الله. شوف شوف، تكسر الجوال. تكسر الغلاف، وهذا الجوال جديد. هذا الجوال جديد. ما ربحنا الجوال. مع ميجا ما انت خسران ابدا. ما ربحنا الجوال. إلك من عندنا العرض مجانا و10 كيابل تستاهل، وغلاف ثاني. شرفنا العملاق.